احنا عندنا خطة ان احنا نحط زي الامارات ما عاملة الحصن، زي السعودية برضو ما عاملة تطبيق، ان يعني يكون التطبيق على التليفون انه بيقول ان انا متطعمة، بدل ما امشي اخد ورقة واروح اصدقها، قصة معقدة جداً. بالظبط هو ده اللي هنعمله، لان العالم بيتجه نحو ذلك، واحنا يجب ان نكون مسيرين للعالم. ربما في المستقبل لن يقبلوا هذه الشهادات الورقيه ويتعاملوا فقط الكترونيا، فاحنا تحسبا لذلك شغالين بالفعل على موضوع الشهادات الالكترونيه. امتى؟ هل في توقيت متوقعين امتى هيكون هذه الالكترونيك اللي هو التطعيم يكون على التليفون او على الالكتروني؟ يعني ما عنديش طبعا يعني ميعاد محدد، لكن ما انا متاكد منه وما ذكرته السيده الوزيره وزير الصحه من فتره وجيزه، ان هم شغالين بالفعل على هذا التطبيق، سواء التطبيق الخاص اللي انا ذكرته بالنسبه للمسار الخاص للمسافرين، المسافرين في الخارج يتم اعطائهم اولويه لان طبعا اعمالهم مرتبطه بالحصول على اللقاح، او التطبيق او الاجراء الخاص بالشهادات الالكترونيه لمن حصل على اللقاحات. طبعا لانه حضرتك اكيد عارف انه اكيد شفتوا فيديوهات الازدحام الشديد بالذات في اسيوط والصعيد، لانه في كتير من العماله المصريه تريد العوده الى السعوديه والى الخليج، وبالتالي كان في ازدحام شديد على التطعيم وعلى تصديق الشهادات، فكانت يعني الزحمه دي تجيب كورونا اصلا. فهل الوزيره قالت في الاجتماع امتى هيبتدي يكون في مسار خاص للمسافرين؟ هو المسار مرتبط بالانتهاء من الاجراءات الخاصه او الجزء الالكتروني بالخاص بالتطبيق نفسه، شغالين هم يعني على مدار الساعه ان هم ينتهوا او ينجزوا هذا التطبيق، وفور الانتهاء منه سيتم تجريبه الاول، وبعد كده يطلق للجميع لمنحهم هذا المسار الخاص. يعني احنا بنتكلم في غضون ايام قليله ويتم اطلاق هذا المسار بالنسبه للمصريين المسافرين الى الخارج. هل الحكومه بتفكر انها تبتدي بقى تطعيم فئوي، يعني انه لازم وزاره كذا يتم تطعيمها، لازم يعني دي صور اسيوط مثلا يا فندم عليها زحام، ما اعرفش حضرتك شايف التلفزيون ولا لا، ولكن زحام رهيب بالالاف امام مستشفى صدر اسيوط علشان التطعيم، عشان الناس تروح تاخد الشهادات والى ذلك. طيب